طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. يا أهل العالم، في العراق لا توجد مقومات حياة، في العراق توجد مقومات موت. مقومات الحياة هو الاهتمام بالتعليم، مقومات الحياة قضاء نزيه، مقومات الحياة صحة مستشفى، مقومات الحياة فسحة من الحرية، مقومات الحياة المي النظيف، الأكل النظيف، مقومات الحياة البيئة النظيفة. عندنا بالعراق هاي المقومات ماكو، باوع على الجنب الأخرى. عندنا مقومات موت، عندنا بكيسيات منتشرة بالشوارع، تسلع، عندنا طائفية، عندنا عنصرية، عندنا جهتية حتى داخل المذهب. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نتحدث في هذه الحلقة حول تقرير لصحيفة المدى جاء فيه حول بيع بطاقات الانتخاب وشراء بطاقات الانتخاب عن طريق وسطاء، عن طريق وسطاء يقومون بشراء هذه البطاقات الانتخابية لصالح كتل سياسية معينة. طبعا جاء في التقرير بأن الإحباط دفع من حصول تغيير عبر الانتخابات المقبلة، دفع مواطنين لبيع بطاقاتهم الانتخابية إلى جهات سياسية تختفي وراء وسطاء يقومون بإدارة عملية البيع والشراء في بعض المدن المستعادة. وعلى خلاف المتوقع، فإن سكان الأحياء المستقرة التي لم تشهد معارك في تلك المدن كانوا أكثر الأطراف التي قامت ببيع البطاقات، فيما سجلت المناطق المضطربة التي يتواجد فيها نازحون حالات أقل. طبعا اختلف سعر شراء البطاقة بحسب حجم وتمويل الجهة السياسية التي تنجح بإقناع الناخب ببيع بطاقته وأهمية المنطقة. مراكز المدن ترتفع فيها الأسعار لتصل إلى نحو $500 للبطاقة الواحدة، وعلى أقل تقدير ستقوم الجهة التي اشترت البطاقات بإتلافها لإسقاط حق التصويت لفئات ودوائر انتخابية محددة كما جاء في التقرير، إذا لم تستطع إتمام الصفقة للنهاية والتصويت بها لصالح جهة معينة. طبعا من المفترض أن يشارك نحو 7000 مرشح في الانتخابات التشريعية المقرر إجراءها في 12 من أيار المقبل، يتنافسون على 329 مقعد بمعدل 21 مرشح للمقعد الواحد. النائب عن محافظة أو المرشح عن محافظة الأنبار طه عبد الغني الهزيماوي كشف عن تحالف القرار الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي في اتصال مع صحيفة المدى عن وجود عمليات بيع منظمة لبطاقات الناخبين في المحافظة. ينفي الهزيماوي وهو عضو في مجلس محافظة الأنبار علمه بالجهة التي تقوم بشراء البطاقات لأنها تدير الصفقة عبر وسطاء ويبقون هم في الظل كما يقول. يقول يضحكون على عقول الناس ويشترون البطاقات بأسعار تتراوح بين $50 إلى $200 أو أكثر من ذلك في بعض المناطق. طبعا بورصة بيع البطاقات كما جاء في التقرير تخضع إلى معايير الدائرة الانتخابية التي يتم فيها البيع والجهة السياسية التي تقوم بالشراء. نواب قالوا بأن هناك محافظات أخرى يصل سعر البطاقة إلى $500 للبطاقة الواحدة. المرشح على محافظة الأنبار عبد الغني الهزيماوي تابع بأنه في مراكز المدن كالفلوجة الرمادي يرتفع سعر البطاقة بسبب حدة التنافس السياسي هناك، كما أن القوى السياسية تتنافس في تقديم عروض البيع لإقناع الناخب ببيع بطاقته، و تتغلب المدن المستقرة في الأنبار بحسب الهزيماوي على البلدات التي فيها اضطرابات أمنية أو نازحون في معدلات بيع بطاقات الناخبين، وهو خلاف المتوقع كما يقول. ويقول المسؤول المحلي بأن السكان محبطون من
التغيير وبينهم من قرر عدم الذهاب إلى الانتخابات لذلك قام ببيع بطاقته. طبعا تستغل الجهات السياسية التي تقوم بشراء البطاقات حالة الإحباط العام لدى الجمهور، بالإضافة إلى عدم تحديث أكثر من نصف الذين يحق لهم الانتخاب من تحديث سجلاتهم والحصول على البطاقة البيومترية التي فيها عناصر حماية لمنع التزييف أكثر من السابقة، فيما لم تتجاوز عملية التحديث في محافظة الأنبار 30% بحسب الهزيماوي. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، موضوع بيع البطاقات، وهل بالفعل الإحباط هو ما يدفع المواطن لبيع بطاقته الانتخابية؟ يعني يقول إنه لا وجود للتغيير في الانتخابات المقبلة، ولهذا أنا أقوم ببيع بطاقتي وأستفاد منها أنا وأفراد عائلتي، أفضل ما أروح للانتخابات ولن تقدم الانتخابات أي تغيير على الساحة العراقية. معنا اتصال أم يوسف من الرمادي، تفضل يا أم يوسف. والله خي هذا اللي بيع بطاقته سيفوزون بها الفاسدين المالكي وربعه والعبادي، لا بي قيره ولا بي شرف. اذا اريد ابيع اروح احرقها ولا ابيعها، سيستفادون منها الفاسدين، احنا ننتخبه واللي نريد ننتخبه، خلي يطلع النوادمنا المخطوفه بالسجون السريه اللي يشوف حالنا احنا هسه بالشوارع يجي يشوفنا، شوف ظنانا اللي لا حول ولا قوة لنا، وادمنا لخذها على الرزازة، طقعة أهل الأنبار ونكبتهم الرزازة. واللي نريد ننتخبه صحيحة وبيقيرة وشرف، هل يشوفوا وادمنا وين ما وين؟ لما العبادة ما يقدر يشوف الميليشيات ويعرف يتنخى وصاير رئيس. نعم أم يوسف. زين أم يوسف، أحد عرض عليكم شراء بطاقات انتخابية؟ سمعتوا عن هذا الموضوع؟ اي والله، بس احنا ما نبيعهن. نعم ما نبيع بطايقنا. من الجهه تشتري البطاقه؟ من الجهه تعرفوها؟ والله ناس شيوخ، يعني تعرف انت من المناطق، هل يريد رفيجه يصعد اللي مبرط له الدفتر بورقه. نعم ام يوسف. ام يوسف نعم، انا سويتها وعندي بس منطي احرقها، ولا اريد انتخبه اللي بيقيره بيصرف، اللي يشوفنا شلون يشوف وادمنا اللي ما نندلها وين ما وين، خذوها حزب الله وما نندل، حزب الله ما يقدر لهم العبادي، اذا ما يقدر لهم خلي واحد يصير بمكانه يشوف وادمنا ويطلعها. نعم. عندك احد من اولادك تم اختطافه او اقربائك؟ لا والله انا زوجي اختطفوه من الرزازه، ولا حول ولا قوه ولا راتب، وبيتي وقعوا داعش، والله العظيم لا اشوف حالي بالضعن، حالي ما جرالي. نعم ام يوسف، اختطفوا من الرزازه؟ اي حزب الله خذوه. نعم الله يفرج عنا ويفرج عن جميع العراقيين. نعم ام يوسف، الحكومه اللي ندلت بفلان وكان مطينا ورقه 15 ورقه، واللي يدور موبايل ايفون ب 850، والله اشحب من المخيم لميت الفلوس ما انطيتي اياه، واحد عيسى وحسبي الله ونعم الوكيل علي ويشدد علي. شنو هذا، مسؤول محامي بالحكومه، وقال لي جبته من الرزازه وجبته على الارهاب وموجود ويسلم عليكم ويكذب علي، والله ما خلى علينا لا درهم، لا خلى علينا شيء، ما خلانا بعنا الزقيره والكبيره. ايش قد اخذ منكم؟ اخذ 25 ورقه واخذ موبايل ايفون اسمه ابو عمار ياسر عاد عبيد الحرامي. نعم وهسه اختفى لو موجود؟ من البعيثة، واحد عيساوي ينتمي للبعيثة، هو من البعيثة اختفى موجود؟ ها؟ أقول لك موجود لو اختفى هذا الشخص؟ هو لا موجود هسه موجود. نعم الطبيب الله إن شاء الله يعطره ويهجم بيته، حسبي الله ونعم الوكيل علي وعلى الحكومة الكذابة. نعم الله يعطيك العافية. طيب والله رب الجواعي كان طلعانا، لو عندنا غير جهه سياسيه كان طلعونا، بس ابن فقراء ولا حول ولا قوه يستوون بينا. نعم الله يفرج عنكم ام يوسف. طيب من طيب. الرمادي كانت معنا اتصال ابو علي من كربلاء، تفضل ابو علي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. الله يحفظكم جميعا. الله يستر عليكم عمي. استاذ عمر، احنا ذا
اولا الامتيازات للناخب حسب وجاهته وحسب اذا شيخ عشيره يختلف، اذا مسؤول فد جماعه يختلف العطاء مالهم. لا بعدين انا اريد اناشد العراقي، كل العراقي يا جماعه الخير بلدنا ماكو مثله مهم، ولهذا تكالبت عليه الدول. خلي نتعد نتعد حتى نطلع دولة وناخذ الفلاسات اللي يريد يطلنا اياها رجعن علينا مرة ثانية. هو هذا مين جابه لما ينطي الواحد 500 دولار او 600 دولار؟ وراني اعرف واي جماعة ما يعرف شنو الدولار كان اصلا عمره ما لازم دولار ولا عنده مؤهلات ان يكون قائد، ولا بس يضحك على العالم باسم الطائفية ويسوي له لحيه ويتمسكن ودعم، تعرفون انتم من اللي يدعمهم. فانتم انا اتعد والله الذي لا اله الا الله، لا عندي هذا يسمونه بطاقه يا كارت يسمونه ما تستخدم ما عندي، ومن يوم سقوط العراق من يوم احتلال العراق انا ما وصلت انتخبت الوعد، لان انا اعرفكم انا اعرف ذول العالم ما يرحموكم يا اخوان ما يرحموكم. مثلنا يقول من لحم ثوره وطعمه، هو من فلساتك يعني تصور اذا 500 يبقى كل واحد 500 دولار اذا هم 1000 جات منين جاء من هذا منين؟ هو ليش يشتري؟ لان يربح يا جماعه الخير. واكو امل واكو ناس طيب يشوف هذا السيد المعمم، يعني احنا ما نريد كل المعممين اصلا، ما نريد لا سوداء ولا بيضاء ولا نريد واحد يجي باسم الدين ما نريدهم، بس اكو ناس طيبين بالفرات بالجنوب بكل العراق، اكو ناس يعرفون مخنوقين لان احنا عندنا طبقيه. انا اعرف يا استاذ عمر انه حتى في الحوزات في النجف وفي كربلاء اذا مو اصلا ايراني، اذا مو ايراني ولا ما يخلوه شراسه يقتلوه. اكو عندنا معممين، اكو ساده، اكو ناس طيبين مخنوقين، اكو ناس قاعد تحكي ذاك اليوم بد واحد بريتي قالوا ذولا ما انتقوا، ثاني يوم بالليل اخذوه. اكو فد واحد نعم. مهندس انا زين ابو دراستي نعم فدار ابو علي، يعني معقول الاحباط من حصول تغيير بالانتخابات المقبله يدفع مواطنين لبيع بطاقاتهم الانتخابيه؟ والله انا شوف حسب ثقافه الانسان، بس في واحد سواء مثقف او بسيط اعلم انت هذا مسؤول امام الله، ما يتمكنهم من عنقك اذا ما سالتهم باكر نحاسبهم ونطلع فلوسنا من عندهم. عرفوا جاي خنقك بفلوسك ما انا عليك انت لا تتملق. انا عندنا في الصف العراقيين انا شفت يعني يحكي على المسؤول ثاني يوم يجي ويصفقنا. انا قلت لهم اخواني لا تطلعون لا تنتخبون الساعه 6 قسم منهم يروحون وقسم لا تراجعوا وقسم منهم حتى طلعوا مباهرات. انا اتمنى على الشعب العراقي واحد عراقي مسكين مظلوم يا جماعة الخير يا جماعة. أنا أتمنى يوم الانتخابات نطلع مظاهرات قدام العالم. واليوم فرق قبل 10 سنوات 15 سنة، اليوم لو تطلع 50-60 واحد يطلعون مظاهرة ينفون هاي الانتخابات. أنا أقول شوف يغيرون قدام العالم اليوم كل شيء نقدر نسوي، نطلع مظاهرات يوم الانتخابات. عيب لا تبيع عرضك لا تبيع ناموسك لا تبيع وجودك بهاي الفلوس، كلهم مزينين والله انتخاباتنا تختلف عن كل العالم. والله رقم 59 فلان شخصية فلان إلى متى علينا؟ هاي طائفية هاي مقيتة هاي دمار هاي ريحة بها نتنا الانتخابات كو خلفك في العراق يا أخي إلى متى؟ أولادنا والله أنا شفت بعيني في تركيا وفي إيطاليا وفي يعني هناك جماعة نامون على الشارع. ليش شارد من العراق؟ ليش شارد من العراق ينام في الشارع؟ والله أنا أشوفهم شباب حلوين عايزين نساءهم عايزين اطفالهم والله من عدة المناطق وبالخصوص من الموصل والانبار. ليش؟ نعم حرام عليكم والله حرام عليكم. يجدون العراقيين الشباب الحلوين صعب غيره في ايطاليا وباليونان وبتركيا انا شفت بعيني والله العظيم والله العظيم يدور من زباله بالخبز والله يا جماعه الخير. نعم حرام عليكم. هذول اللي شردونا هذول اللي قتلونا هذول اللي دمروا كل البلاد حبيبي. أنا سمعك أبو علي. نعم أبو علي من كربلاء كان معنا اتصال. أبو عمر من السليمانية. أبو عمر تسمعني؟ أبو عمر انقطع اتصال مع أبو عمر من السليمانية. طبعا التقرير كذلك أورد شهادات خبراء في شؤون الانتخابات، على سبيل المثال عادل ألامي وهو خبير في شؤون الانتخابات تحدث بأن الشراء يكون لسببين،
إما لحجب جهة معينة من حق التصويت عبر إتلاف البطاقة، أو التصويت بها لشخص غير صاحبها الأصلي، وعلى الرغم من أن البطاقة السابقة تحتاج إلى بصمة صاحبها، إلا أن ثغرات فيها تسمح بأن يصوت شخص واحد في أكثر من بطاقة، ولكنه بحسب اللام يحتاج إلى متواطئين داخل المركز الانتخابي لإتمام الأمر، يعني مفوضية الانتخابات. طبعا معروف عد العراق سجل حافل باتهامات تتعلق بتزوير الانتخابات، طالت في السنوات السابقة سياسيين ورؤساء أحزاب كبار. تم اتهام نور المالكي في الانتخابات الماضية عام 2014 بتزوير الأصوات في مناطق غربي العاصمة بغداد والحصول على نسب لافتة وعالية، رغم أن تلك المناطق كانت تعاني حينها من غرق أثر سيطرة تنظيم داعش على السدود في محافظة الأنبار، وحصل المالكي حينها على 1,074,000 صوت في العاصمة بغداد. معنا اتصال أبو علي من الحلة، تفضل أبو علي. شلونك خوي العزيز؟ حياك الله، أهلا وسهلا بك. خوي العزيز الله يساعدك. يا هلا بك. حكومة علامة أكس، حكومة عليها أكو قفاصة صعود 56 دولة 56. الله وكيلك ومحمد كفيل خاب عبالك حكومة هي فايدتنا. هنا الناس كاتلها الجوع وصاحرها، كفيلك محمد بقمة خبز معادة. يعني لا ننتخذ لا مالكي ولا عبادي ولا دولة شيعية، ولا نريد كل واحد، نريد يهودي. ألو. نعم أبو علي. زين أبو علي. ماشي. أنا متوتر، أنا نريد نعم. حكومة يهودية صهيونية إسرائيلية. ما نريد كل شيء، ما نريد، عم بطلنا نريد، يقول بجزنا من عنب بنريد سلتنا. أبو علي. حبيبي. أبو علي يعني هذا بيع البطاقات، إذا يستغلون حاجة الناس ضعف الناس، وأكو ناس هي تبيع تقول لك أصلا تغيير ما موجود بالحلة، هذا الوضع تسمع عنه؟ شفيت بيع بطاقات انتخابية؟ أفتهم كلامك، أكو بطاقة تنباع، وأكو حتى صارت عندنا هنا، صارت أكو واحدة مرشحة مرة تجيب لنا سوان، تجيب لنا قنينة وعضا. شو تجيب لهم؟ تجيب لهم قنينة وعضاء للبيت، تشتري الصوت بقنينة وعضاء المرة. ايه، وهذا عندنا طرق هنا، هذا تشتري بنادر وشارع 40 لسه ما نسمينا، صار له 15 سنة، يعني يوميا ياخذون تلك مليار فوق المليار عليه، وكل شيء ما نفهم، وعندنا هاي البطاقة التموينية هم خلينغونها مثل ما رادوها، المالك يقول لهم كان اللي مواطن يشتريها ب 12,000 زائد ناس 3000 دينار، قال له مالك ابوك كل ابن 16. لا لا بس بدون تجاوز ابو علي. لا والله مو خوش هذا. الله يعينكم ابو علي. الوضع العام بالحله شلونه؟ والله عام الوضع نحو الاسود، كل شيء واضح. زين اقسم لك بالقران الكريم، خاف عبالك احنا شيعه ومتونسين، كفي لك محمد. شو يصير بكم يصير عندنا؟ لا مضرر، المناطق كلها مضرره، الناس كلها مضرره ابو علي. كلها مضرره. والقران الكريم، اثق بالقران الكريم، انا اقول لك انا على ثقه، كنت تجون ها قناتكم الموقره، انتم صوتكم حق، انتم شيعه، ليش كل ساعه جايه؟ انا دائما اتابع قناتكم، قناتكم مداهمه شيعه، كيف تنصرون الحق؟ نعم. أنا اللي أريده منك توصلون صوتنا للحكومة عمي، خلي يراعون هاي الناس الفقراء، أوائل الشهداء، يا مسلمين مروتكم، ما أريد معكم كل شيء يا مسلمين. يا أخوتي أريد قل لهم أريد الإنصاف بالدولة، أريد السياسيين تنتبه للفقراء، أوائل الشهداء كتل هالجوع. الله يعين العراقيين والله. الله يعين العراقيين. أبو علي من الحلة شكرا لك. معنا اتصال أم أسماء من بغداد. أم أسماء من الأنبار عفوا، تفضلي أم أسماء. أم أسماء انقطع الاتصال مع أم أسماء من الأنبار. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. طبعا نقرأ رسالة واتساب يقول الانتخابات والمفوضية والبطاقات مسميات اقترنت لثلاث دورات والرابعة على الأبواب بإنتاج معاول هدم وتدمير لكل مناحي الحياة وتجاوزتها لتخريب العقول بإشاعة المفاسد على أنها قيم أخلاقية. ونشاهد الإعلام يضخ علينا سيل من الأكاذيب لتبييض اسوداد عملية سياسية عمليا ثبت فشلها فشلا ذريعا. عاودت الاتصال معنا أم أسماء من الأنبار. تفضل يا أم أسماء. بس اسمعيني من الموبايل أم أسماء، اترك التلفزيون الله يخليك. تسمعيني أم أسماء؟ هي طرفة واحدة، وين أروح أطلع برا؟ لا لا اترك التلفزيون، نص التلفزيون. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك؟ أهلا وسهلا بيك. أنا أهلي قناتكم هاي أهلي قناتكم هاي الجيدة، هاي اللي تطلع اللي القوش والخيانة مالت هذول الانتخابات. أستاذ إحنا يسترون علينا، شو يقولون لنا؟ انطونا انطونا الأسامي مالتكم، انطونا الورقات وإحنا نسوي لكم معاملات مع الراتب وانتخبونا. أنا عندي بنية بقطة يعني تقرير 100% وما يصير. شلون هاي التزوير يروح على بالرعاية ويلتفق ويا نسوي هاي المعاملات؟ يعني المطلقة، الأرملة اللي بعدها بنية، الجاهل، كلها هاي يسوي لها معاملات على أساس راتب بطلنا مال الهوية الناخب. نعم. منو اجى عليكم وقال لكم انتخبونا ونسوي لكم تعيينات؟ عشاير تجي علينا، يا اما يجيبون مكيس حاطين بيه زيت وسمنات ومعفنات وعدسات وتعالوا انتخبونا. نعم، بيا منطقة هاي بالضبط بالأنبار أم أسماء؟ منطقة السبعة كيلو. بالسبعة كيلو، نعم. اي السبعة كيلو. استاذ اتذكر من اخر مرحله من جامع الدواعش وطبق ولا جانا مسؤول وقال من راح منكم وما راح. شنو هسه انا يقفون علينا وتعالوا منطونا الورقات مسخبونا واحنا نسوي لكم معاملات؟ نعم. اي من جانا داعش ولا واحد جا علينا قال صار بيكم، ما صار لا محافظ ولا مسؤول ولا كاين الماكل. واوجه رساله للعبادي والمالكي إلا ما يقدرون على شيء، هم عارف حاطين صورهم وينصبون بهم تقول يجي عدمونهم، وجو حكمهم وجو ما نروح لاني هذول وجو شياطين دول. حاطين هذول الساق والله العظيم حتى من يمشون بالشوارع تخاف منهم، هذول الميليشيات أعلامهم. نعم. هسه أنا هم هذول عندنا، هاي هسه أنا اللي أم يوسف اللي دقت، هاي ترى هاي تصير بنت عمي أخطر أخدم زوجها للرزاقة. ها؟ المالكي أنا ما يقدر على شيء، يندلهم يعني هم اللي يندلهم خصهم على الرزاقة، ما يقدر على شيء، يقعد يدب القلم ويقعد يكف على الصفحة. فإحنا ما ننتخب لا بشر. أنا هسه أنا ما أنتخب لا بشر، أخدم المعاملات هسه من الجانب بالوساخة. شكرا أم أسماء من الأنبار كانت معنا. أبو عمر من السليمانية عاود الاتصال. تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. والله أستاذ الصراحة إذا تعطيني مجال اليوم أرجعت شيء يعني أتكلم عكس توجهاتكم وتوجهات كل المتصلين والمشاهدين بصراحة. نعم شلون؟ يعني أنت تشوف يوصل سعر البطاقة إلى 500 دولار، زين أنت كم ناخذ عندك؟ 10 ملايين، 13 مليون، هاي ما عدا الباكستانيين والأفغانيين والعجم الإيرانيين شوف الجيت، مليونين ثلاثة راح يدخلون من الانتخابات. زين انت اذا قاموا وباعوا هاي زين هاي المبالغ منين جابوها؟ اذا 10 ملايين بطاقه انباعت على 300 دولار قول معدل 300 دولار زين هاي 10 ملايين جنس 3 مليارات شوف ايش قد. زين هاي الاموال منين جابوها؟ منين هذا؟ هو من دهنهم من جسمهم من اموالهم اللي يصرفوها على الانتخابات. بس اذا اكو اعلام حوك عشان يشجع كل الناخبين على بيع البطاقات، ليش على مدى من السر يوم الانتخابات
من يصيروا بالانتخابات إذا باعوا 10 ملايين راح تفرح المناطق الانتخابية يقولوا زين أنتم من انتخبكم؟ العدد مو كامل، العدد ما موجود. وعندهم جماعتهم. هي شنو الطريقة أبو عمار؟ اليوم الوسيط أو السمسار اللي متعامل مع السياسي زيد أو عمر ياخذ مثلا يشتري 100 بطاقة، هو يدخل دخلته الوحدة ومتفق ويا المفوضية بال100 بطاقة بنفس الوقت يصوت. ما يخالف، مو انت منظمة الأمم المتحدة ذول المنظمة. ما منظمة الأمم المتحدة، بال 2014 صار تزوير، بال 2010 صار تزوير، وكانت موجودة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ونفس الوضعية. استاذ اسمح لي. تفضل. اكو قنوات اعلاميه تصور مناطق الانتخابات. نعم. منو رايح منو ما رايح؟ اذا عرفوا العدد ما موجود، هذا من انتخبوا هذول؟ شلون جابوا الاصوات؟ افرض فرضا بالعراق كله راح، بس يحتاج لاعيان قوي بحي، شلون جعل بيع البطاقه؟ انت ما مستقرب اذا بعتها وما بعتها، انت تشوف الشلطان بعينك ما تشوف خير من ذولا، فانت شنو بقى على البطاقه الانتخابيه؟ جزر وراهم شهر كامل دعاية إعلامية، هاي من أول يوم راح تبدي راح تشوف هم راح يصرفون ملايين مليارات، شوف مليار دولار مليارين، زين عندك دعايات بالقنوات الإعلامية هاي الرويضة اللي تأخذ فلوس. بس أنت من تبيع بطاقتك الانتخابية ويصير هذا السياسي اللي صار له 15 سنة وكانت يعني أغلب العملية السياسية بالعراق اللي موجودين بها طبعاً نتج عنها ما نتج من طائفية ومن سرقة ومن فساد، راح تكون أنت مساهم، راح تكون أنت مساهم بتدمير بلدك. أستاذ هي مو مسألة مساهم ما مساهم، يعني خذ مثلا مثل تقول بعين الحق، أنت ما راح تأثر كل شيء بروحتك أو عدم روحتك، مو راح تأثر، هو راح يجي غصنا. بس إذا لا بالعكس، لما يصير تراجع عن الذهاب الى صناديق الاقتراع بدل ما النسبه تكون 60 تصير 30، ها راح انت تفشل الانتخابات. استاذ انت اذا دول عالميه صورت، اكو صحف عالميه، اكو قنوات عالميه تجي تصور مرحله الانتخابات يوم الانتخابات، انت اذا شافت حزوف ماكو، انت اذا ضايحها وما ضايحها ما رايح، انت في نفس اللحظه راح يعرفون انه العدد ماكو مشاركه بالانتخابات. نعم. يعني يستخدمون اياهم العصا والجزره، مثل ما قال موفق هذا كريم شهبوري موفق رباعي اللي مغير اسمه، قال يجيبهم بالقوه، ما يجيبهم بالقوه، اذا هو باع البطاقه وما باعها هو راح يصوتون بداله. زين انت من اللي يقول لك عمليات؟ انت اذا شخص واحد يروح يوقع لا، اذا يصوتون مو كان ابو عمر، اذا هم يصوتون مو كان ويصير حالات تزوير طبعا ما يحتاجون لعد يشترون بطاقات انتخابيه، يعني ربما يحتاجون يشترون فد يعني بطاقات قليلة والباقي هم يزوروا، بس هم محتاجين هاي البطاقات حتى الصوت بدل ما يروح مثل ما أشار التقرير، يقول لك إذا ما يقدر يصوت بهالبطاقة اللي اشتراها السياسي على الأقل يتلفها هو حتى لا يذهب الصوت إلى دائرة انتخابية أخرى. أبو عمر من السليمانية كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لحضرتك والقناة الرافدين وكل الكادر. حياك الله أخوي العزيز أستاذ عمر. أي انتخابات من 2003 إلى الآن ما صار بها تزوير؟ يعني لاحظ حضرتك شلون عندهم طرق شيطانية يشتغلون فقر المواطن ويدفعوا له مبلغ ويشترون بطاقة انتخابية ويقولوا له أنت إذا رشحت لهاي القائمة أو لذيك بالتالي راح تفوز القائمة الفلانية، فليش ما تستفاد من هذا المبلغ وتترك المشاركة بالانتخابات؟ وبالتالي راح تبقى نفس الزمرة ويستمر النهب ويبقى المواطن على نفس معاناته ويستمر السيد الناهب بنهبه وخلي المواطن يروح. المفروض بالمواطن أن يفضح هذول المجرمين اللي يعرضون عليه شراء بطاقة الانتخابية، وإذا يبقى ساكت راح يتمادون بجرائمهم، وخلي يشوف المواطن هذول الشراذم اللي سلطوا على رقابنا لي وين وصلوا البلد وشنو اللي قدموه للمواطن من بداية الاحتلال إلى هسه، ولازم يعرف بأن هاي الكتلة الفاسدة وذاك الناهب الفاسد بأن إذا دفع لك هاي $500 يا أخي يا محترم، إذا دفع لك إياها راح يعوض هذا المبلغ بعشرات المرات، ومنين من أموالك أنت؟ وحقيقة أنا أؤيد الأخ أبو علي من كربلاء،
المفروض بيوم الانتخابات يطلع كل الشعب بمظاهرات امام اللجنه المنظمه لهاي الانتخابات ويشحلوهم بالشوارع حتى اللجنه المنظمه ويبداون بالتغيير، لان يعني السياسيين استاذ عمر والمعممين والبرلمانيين تمادوا باستهتارهم وجرائمهم. وبالتاكيد انا يعني متاكد ان اللي رشحوا نفسهم من قاده الميليشيات للانتخابات تدعمهم ايران وتمدهم بالاموال حتى يبقى العراق تحت هيمنتها. المفروض استاذ عمر بالشعب وخاصه من اخواننا الشيعه اذا كان هتافهم هيهات منا الذله صحيح ان يثورون وينتقمون من هذول اللي اذلوهم وينتقمون منهم اشر انتقام، لان لو شايفين غضب من الشعب ما تمادوا بجرائمهم. اي شيء قدموه من سنه 2003 لحد الان، وين الزراعه؟ وين الصناعه؟ كل شيء بدنا نستورده احنا من الخارج، الزراعه مالتنا الخضر كلها بدنا نستوردها من الخارج، الفلاح قاعد، المعامل قاعده، شنو اللي قدموا لنا اياه؟ خلي يفكر المواطن بهالشغلات هاي، لا يفكر بال 500 دولار اللي ياخذها من هذا او ذاك ويترك السيد الناهب ينهب براحته. راح تبقى هالزمره الفاسده راح تستمر بجرائمها وبنهبها وبسرقتها اذا راح يبقى المواطن العراقي ساكت. المفروض التغيير، المفروض التغيير استاذ عمر، ونتمنى من الشعب، نتمنى ان ما يشارك بالانتخابات، ومثل ما تفضل الاخ ابو علي يطلع مظاهرات بيوم الانتخابات ويسقط هاي الانتخابات. نعم. ابو ناصر من تركيا كان معنا، شكرا لك. معنا اتصال احمد من ديالى، تفضل احمد. احمد انقطع الاتصال. طبعا المرصد العراقي لحقوق الانسان كشف عن محاولات شراء بطاقات الناخبين في المحافظات المستعاده او اخذ وعود من الناخبين بتعهدات ورقيه لانتخاب بعض الاحزاب مقابل 100 دولار. وقال المرصد في تقرير نشره في موقعه الالكتروني بان هناك زيارات ميدانيه يقوم بها المرشحون للنازحين وجرح الحرب في الموصل وصلاح الدين والانبار. وأضاف التقرير بأن محافظات الوسط والجنوب تطلب الوعود من قبل المرشحين بتوزيع قطع أراضي وتوفير وظائف حكومية، بينما يوزع بعضهم بطاقات شحن الهواتف النقالة، هاي رجعنا لها مال الهواتف النقالة، أو بعض الملابس الرياضية على فرق شبابية، وينص قانون الانتخابات على عقوبات تتراوح بين الغرامة والحبس بالنسبة للجهات والشخصيات التي تخرق القوانين وتتجاوز على المسموح فيه. المفوضية العليا للانتخابات أكدت بأنه لا صحة للأنباء التي تحدثت عن بيع وشراء بطاقات الناخب الإلكتروني، وأكدت في بيان لها بأنها ستستخدم حقها الدستوري والقانوني في حماية المواطنين والناخبين بشكل خاص، وستتخذ الإجراءات التي نص عليها قانون انتخاب مجلس النواب. طبعا بطاقات البيع والشراء صار علني الآن في العراق، والمفوضية تتحدث في وادي والواقع في وادي آخر. نعم. بدوره انتقد علي خضر وهو المرشح في الموصل عن ائتلاف نينوى هويتنا، وهي قائمة تضم عددا من القوى أبرزها حزب الحل. وفي اتصال مع صحيفة المدى أكد عدم اكتمال التحديث في المدينة مما أدى إلى ظاهرة بيع البطاقات الإلكترونية. أكو اتصال ولا نكمل قراءة التقرير؟ أبو علي من البصرة، تفضل أبو علي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أبو علي. أحييك وحيي هاي القناة الشريفة. الله محييك. اللي تكشف الفاسدين، اللي تكشف الحرامية. نعم. أقول أولادك ذات. نعم. جاوبني بصراحة. هاي أمريكا الله ينتقم من عندها من سنقط من السنقي. شلون أبو علي؟ هاي أمريكا هاي من سنقط من السنقي هذول حامية. هي جابتهم وياهم. عارف ايش يقول واحد طق العين معكم، وين الحرامية هذي اللي. نعم. زين ابو علي بالبصره ايش تسمع على البطاقات الناخبين؟ دي يبيعون دي يشترون؟ والله انا بالبصره قاعد اشوف النواب ماكو. نعم. مرشحين قاعد يقولوا لي لمنا 10 15 نعينهم.
ويعطيك تريده. يعني خذوا جميع محلات ودوهم الشرع يعينوهم. هسه يقولوا كل واحد يريد يزن على الكلام وطيب لها. نعم. الناس شو حرامي يا جنادي وين الحرامي شنو فرقعه؟ اكو ناس ذات تبيع بطاقاتها بالبصره؟ والله حتى بيان موقف بس قاعد يفترون علينا. مرشحه جتني قالت لي لمدي حاجه من الزوار كل واحد اعطيها بوطه. تقول بوطه اعطيها. نعم. نسواري يفترض. نعم ابو وقاعد يحملون سيارات من البراي والدولار بس كيف زيارة لحدابه. نعم. اي نعم ابو علي. اشكركم انا على اذا شكرا ابو علي. الحراميه اني اشكرك ابو علي من البصره كان معنا. اكو اتصال اخر عبد الله من البصره كذلك تفضل عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلون اخويا؟ اهلا بيك حياك الله. رحمه رحمه ابو كان تعلق على ابو عمر ابن السليماني قبل شوي. نعم. يقول نطلب من اخوتنا الشيعه نطلب فلان شغله. احنا اولا الشيعه الشيعه من المغضوب عليهم اخويا. نعم. ولا من يعني المعاناه اسوء المعاناه موجوده في الجهاد الجنوب وابو الشيعه. نعم. زين كمان احسن من الشيعه. أخويا ترى اللي صارت دولة منكوبة اللي هي الرمادي وحاط إيدك لنا دولاك هم الكراد واحد من عزيز. إحنا اللي يطلبه من عندنا على شنو هو؟ أكو إنسان يقدر الرجال شخص سياسي أردسيلك بالله. نعم. تقول أنت يعني هاي أنا شخص مواطن. لا أنا طبعا أتدأ. إحنا الواقع والتقارير واللي دا نشوفه يعني المعاناة على الشعب العراقي كله. يعني البصرة هاي البصرة اللي مفروض تكون حالها غير حال. دا نشوف مع الأسف الوضع والبطالة والنفايات هاي بالفترة الأخيرة ترس الشوارع. يعني الناس واللي يطلع يحكي مثلا يطلع مظاهرة مثل ما طلع مثلا بسام قبل فترة في الجنوب نحكم عليه وبعدين طلع براءة بعد مظاهرات قوية. أقول لك وأنا خوي العزيز على خدمة اكو مهوال طلع يهوس لعمار الحسني. نعم. شفتوه؟ نعم شفناه. هذا الزلمة عرفه حق المعرفة. نعم. من قال له قبل صدام وهسه على صدام. نعم. اشهد بالله كسروا سنونه. ولحد الان ما ندري بوين ما وين عديل ميت ناقص. زين بروح ابوك اللي يحكي الحق يكسرون سنونه. نعم. انا بسالك بالله جاوب وياي يكسرون سنونه يعني يقدر يحكي هاي الدوله بعد دام دونه خلاوي ليله ظلمه ياخذونك وينكون. نعم. يشوفون شخص صاحب يسولف ضد الحكومه. ما عم حكومه مو من جانب الشعب، حكومه مو من جانب الفقير، حكومه مو من جانب انت واني. الناس ضرب مليارات هذا هسه. هسه انتخبني الى كاسكر، انتخبني الى كاسكر. تقول البطاقه الثانيه والبطاقه غيرها والصوت الانتخابي والباع انشرى هي صارت تجاره اخوي. العراق كلها متاجر. صحيح انت شوف بعد وانت حكم وعالم غير تتعلم. نعم. انا اسال اي شخص يقول لك المرجعيه انتخب لي افيدك، هو منو اللي افيدني؟ اللي افيدني انت المرجعيه عمان. المفروض ان اللي يطلعون قبل ما ننتخب هذا من قبل هذا عم احنا انتخبنا من 2003 واليوم علينا 2018 احسن كيف. نعم. اكو شيء سووه من جانب الشعب شنو سووه المفيد؟ اعطوا راتب الشخص فقير. انا عندي اشخاص عندي دليل ثابت عليهم يملك ما يملك وياخذ راتب عاطلين. نعم. انا اعطيك دليل ثابت هذا. انا هسه انت تجيني اي واحد يجي من جانب الفقير اقول له عم هذا شخص تعال شوف املاكه وياخذ راتب عاطلين ال 150 الف دينار مدري ايش كثر. نعم. واكو ناس مستحقته الله ما يجون هذا واحد تكرمه. نعم عبد الله. انقطع الاتصال مع عبد الله من البصره معنا اتصال اخر جواد من دياله. تفضل جواد. جواد انقطع الاتصال مع جواد من دياله. اعزائي المشاهدين ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم.
أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. نقرأ بعض رسائل واتساب، يقول لو كانت بطاقة الناخب سترة النجاة من الفقر وبطش الفاسدين لتزاحم الناس عليها بالمناكب وأصبح ثمنها بالملايين، وليس كرة قدم أو كارت موبايل أو نصف دجاجة مشوية إلى آخره من العروض السخيفة كما يقول. أبو حسام النعيمي من بغداد يقول تحية لك أستاذ عمر ولكادر الرافدين. الحل الوحيد يقول لاستقرار العراق هو عدم المشاركة بالانتخابات وفضح كل الفاسدين والخروج بمظاهرات مليونية حاشدة ضد كل المشاركين في العملية السياسية من برلمانيين ومعممين وكل من تسلط على رقاب الشعب العراقي. أبو عارف من بابل يقول الانتخابات ممارسة تنتج نخب تتنافس بخدمة المواطنين في كل البلدان الحرة ذات السيادة، أما في العراق مسلوب السيادة المحتل من كل قوى الشر في العالم، فالانتخابات تنتج عصابات ومافيات تمارس السياسة كشعار، أما عملها الحقيقي هو تدمير كل شيء مادي ومعنوي للشعب العراقي، تسرق كل ما تستطيع سرقته. لذلك في السنوات السابقة أفرزت لنا الانتخابات ميليشيات تحمي دور الدعارة وتتاجر المخدرات حسب تصريحات شركائهم في العملية السياسية، ناهيك عن القتل والاعتقالات والتهجير وتدمير المدن التي يمارسونها على الهوية، في من يبيع فمن يبيع صوته سيكون له نصيب من كل ما يجري في هذا البلد. طبعا هناك رسائل طويلة جدا صراحة لا نستطيع قراءتها، الوقت قصير. رسالة أخرى يقول هذه كذلك رسالة طويلة، يعني نرجو من المرسلين أن تكون الرسالة مختصرة، يعني ما معقول الصفحة نقدر نقرأها. رسالة يقول السلام عليكم أخي العزيز، مو بس المناطق المدمرة، حتى إحنا أطراف بغداد إجونا ينطونا ورقة على كل صوت، وأزيدك من الشعر بيت مرشح قام يوزع مبردات ومجمدات، ولازم من يعطيك لازم تحلف على القرآن، ليش إحنا معتازين هذني، إحنا كرامتنا تسواهم تسوى أكبر واحد بيهم، المرشح تعرف نعرفهم واحد واحد، وفوقها قاموا اللي يدز عمامة تعالوا انتخبوا فلان، بس لقوا الجواب المناسب، قلنا له إحنا ما ننتخب واحد لإفادتنا شيء، بس قاضينا سفرات وعزائم وفساد وإحنا واقعين بها، وفوقها يزعلون والله. أكو اتصال أبو أحمد من الرمال، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو أحمد بس لصل التلفزيون الله يخليك. نعم الصوت كلش عالي. نعم بالنسبة للانتخابات كلها فاشلة، لأن الحكومة فاشلة من أساسها فاشلة، وثقة شرف اللي سوني يوجه الشرف، أما لو عندهم شرف كان ينتبهوا على هذا الشعب العراقي اللي هجموه من ساسة الراسة، وين عندهم ثقة شرف هم؟ هم لو يفتحون كان جرب هم يعترفون على أساس احنا فشلنا بالعملية السياسية، فشلنا فشل ذريع، وكلهم يعترفون على أساس شلون باقيين بالعملية السياسية، فلازم ناس تجي ناس مهنيين يعني صاحبين خبرة يحكمون هذا البلد. زين بالنسبة للبطائق اللي جاي يبيعون بها ويتاجرون، هذا اللي يبيع البطاقة مالته وياخذ مكانها فلوس، هذا يعتبر مشارك بالجريمة، الجرم هم لازم يشارك هو. يعني ما يصير احنا نطالب بمحاكم جنايات دولية عليهم أستاذ عمر، ترى العراق انتهى، وكل ضد السنة وضد الشعب العراقي بالكامل، من الجنوب إلى الشمال إلى الوسط إلى كلها. أبو أحمد كلها مريهم. بطاقات الانتخاب بالرمادي شلون دعت تنباع؟ ايش تسمعون؟ ايش تشوفون؟ والله أستاذ عمر كلها جاي تبيع على وكيله، كلها تبيع بالبطاقات. نعم. كلها جاي تبيع بطاقات وتاخذ مكان فلوس، فهذا اللي هذا الشرف ما عندنا اللي يسويه، لأن هذا يكون بلده. احنا نريد ناس مهنيين. وأنا أناشد أخوتنا بالجنوب الفرات الأوسط اللي يصيرون صار مع الرجل صار في العشرين يحلنا ياها عموي خلص الرئيس أمولي من عدو، لأن هم من عدو وإحنا من عدو، بس يكون حاكم عادل ومهني يحكم هذا البلد. أستاذ عمر صراحنا فينا الشعب العراقي انتهى بالكامل، وأنا أشكرك أستاذ عمر.
شكرا أبو أحمد من الرمادي كان معنا. طبعا بحسب مفوضات الانتخابات يقول 11 مليون ناخب حدثوا بياناتهم في عموم العراق، حين كان عدد الناخبين الذين سيشاركون في الاقتراع المقبل يصل إلى 24 مليون ناخب، 11 مليون من 24، يعني حتى أقل من 50% قاموا بتحديث. هذا بحسب المفوضية، احتمال لما تجي الانتخابات يقول لك لا 100% قاموا بتحديث بياناتهم الانتخابية. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين التي تحدثنا فيها عن تقرير نقلته صحيفة المدى حول بيع وشراء البطاقات الانتخابية والذي يتم عبر وسطاء بين المواطن وبين الكتل السياسية أو الشخصية التي تريد أن تترشح في الانتخابات، وأشارت بأنه الإحباط، هناك الكثيرين دفعهم لبيع بطاقاتهم لأنهم أحبطوا من عملية التغيير من خلال الانتخابات في العراق. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.